انه ضربوني او جروني او ذبوا علي تراب انا اكمل شغلي لان انا صايره وياي هاي الشغله هواي يضربوني ما يضربوني عادي هذا فاقد. مرحلة العقد بين مدرساني للسادس. أنا ما أفت المدرسة أو تخلف أنا وتركتها أو ما أحب المدرسة. بس أبويا يعني كبر وتعب. لازم أنا أعاونه بهاي الشغلة. بالبداية صحيح كان أكو خوف وأكو تردد تخلى ببالي وأفكر به. بس قلت لك أنا مع مرور الزمن استمرار بهاي الشغلة فتعودت. قبل داعش نقول الطب يعني فد 100 جنازة. من جاء داعش ارتفع العدد يعني ل 300 او 400 جنازة يعني من جميع محافظات العراق. صاروا عندي اطفال يعني ما اخليهم يعني دائما بهذا الشيء، يعني هذا الشيء يعني مو زين لمستقبلهم، يريد مستقبل بالدراسه يوصل يصير دكتور او ضابط او نقيب او محامي او قاضي.